كلمة مجلس النواب في المملكة المغربية. يتفضل نائب رئيس المجلس سعادة السيد حسن بن عمر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، معالي الأخ محمد ريكان الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس اتحاد البرلماني العربي، الزميلات والزملاء، السيد الأمين العام، السيدات والسادة، نجتمع مرة أخرى في إطار مؤتمر طارئ للاتحاد البرلماني العربي من أجل نفس السياق ونفس القضية التي تعودنا أن نجتمع من أجلها، ألا وهي استمرار معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك التزاماً منا بقضايا الأمة العربية وتعبيراً عن الدعم السياسي للشعب الفلسطيني، وفي البحث عن السلام العادل والدائم الذي يكفل استدامة الاستقرار والتعايش في منطقة الشرق الأوسط. وأود في البداية أن أشكر السيد رئيس الاتحاد على المبادرة بعقد هذه الدورة وعلى ما أحاطت به السلطات العراقية برلماناً وحكومةً هذا الاجتماع في هذا الظرف الصعب. السيد الرئيس، ينعقد اجتماعنا في سياق أخذت فيه الأحداث في غزة منحاً عصيباً وخطيراً يدفع ثمنه المدنيون الأبرياء، وهو الوضع الذي طالما حذرت منه المملكة المغربية بقيادة صاحب جلالة الملك محمد السادس أعزه الله رئيس لجنة القدس. وأمام هذه المحنة الجديدة التي يمر منها الشعب الفلسطيني، يجدد البرلمان المغربي دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل تحقيق مطالبه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وفق مبادئ وقرارات الشرعية الدولية وخطة السلام العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، كما يعرب عن تضامنه مع المجلس الوطني الفلسطيني وأعضائه. الزميلات والزملاء، نتابع بأسف بالغ وامتعاض كبير انزلاق الأوضاع في غزة إلى ما هو أسوأ، وهو وضع لم نشهده لربما في تاريخ هذا النزاع، وضع ناجم عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأمام هول الذي يجري على الأرض في غزة والذي يدفعه ثمنه المدنيون العزل، ينبغي أن نعمل كل من جانبه على إنهاء هذه المعاناة، أولاً بالسعي لدى القوى النافذة في القرار الدولي لتيسير وصول المساعدات الطبية والغذائية إلى المدنيين، والمساهمة ثانياً في العمل من أجل وقف الحرب على غزة بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي وللحوار على طريق إحياء مفاوضات السلام التي ينبغي أن تتوفر لها ضمانات دولية حقيقية وتشارك فيها الأطراف الدولية راعية السلام. وينبغي أن يظل الهدف الاستراتيجي بالطبع هو قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها. وينبغي لنا كبرلمانات أن نوظف سلطاتنا المؤسساتية والاعتبارية على الصعيد الدولي من أجل بلوغ هذه الأهداف وفق قرارات الشرعية الدولية بما يفتح آفاق جديدة لاستقرار والتعاون والتعايش في المنطقة التي سئمت شعوبها من الحروب والنزاعات والنزوح واللجوء. إننا ندرك جميعاً أن الوضع الحالي المتفجر كما النزاع المزمن في الشرق الأوسط إذا ما استمر ستتناسل عنه مزيد من النزاعات والحروب، وهو ما لا يخدم سوى مصالح المتطرفين والمتعصبين، وهو ما لا ييسر التنمية والتقدم
وتلبية حاجيات الشعوب المشروعة. وبصفتنا برلمانيين أرى أنه بالإضافة إلى العمل الذي يمكن القيام به مع زملائنا وزميلاتنا عبر العالم من أجل التهدئة وإنهاء الحرب على غزة فوراً، أن ندعم عمل المنظمات الحكومية العربية والإسلامية بما في ذلك جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي باعتبارهما منظمتين متعددتي الأطراف تتمتعان بشرعية التحرك ومخاطبة المجتمع الدولي في هذا السياق المتوتر. الزميلات والزملاء، إن بلوغ هذه الأهداف لن يتأتى دون أن نكون كدول عربية مؤثرين في القرار الدولي، ودون أن تكون كلمتنا مسموعة لدى القوى النافذة في هذا القرار. وأعتقد أن نملك من الإمكانيات ومن الثروات ومن التاريخ ومن الثقافة، وقبل كل ذلك من قيم دينية حضارية، ما يمكننا من بلوغ ذلك. شريطة أن نحترم بعضنا البعض وننبذ الخلافات والتدخل في الشؤون الداخلية للغير، ونقف في وجه التشدد والتطرف بوضوح. وإن ما هو مطلوب بشكل فوري وملح هو إنهاء هذه المعاناة ووقف الحرب فوراً، بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي في النهاية إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دولياً وعاصمتها القدس. لا يمكن أن أنهي هذه الكلمة سيد رئيس قبل أن أترحم على أرواح من كانوا ضحية هذه الحرب، وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى والصبر والسلوان لذويهم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.